تعرف إن مجال التصدير فيه فرص عظيمة جداً الفترة دي؟ طيب، محتاج تبدأ منين عشان تتعلم التصدير؟ ممكن تدخل على جروب وتقول يا جماعة عاوز أتعلم التصدير، بس للأسف هتلاقي معلومات مغلوطة كتير وكلام مش مبني على دراسة ولا على تطبيق، وفاتي وهاري ممكن يخسرك وقتك وفلوسك غير المحبطين اللي هيكرهوك في المجال. لكن دلوقتي مع برنامج فن التصدير هنعلمك كل حاجة عن التصدير، من أول لائحة التصدير، معايير اختيار المنتج اللي هنصدره، إزاي تشتغل وسيط في التصدير، دراسة المنتج وتوصيفه الصحيح، إزاي تستكشف احتياجات السوق، تسعير المنتجات، إزاي تحدد السوق المستهدف والمنافسة العالمية، هنجيب العملاء منين وإزاي، كمان هتتعلم كل طرق الديجيتال ماركتينج والتعامل مع مواقع البي تو بي، كمان هتتعلم طريق حضور المعارض وزيارات الدولية ومصطلحات الشحن وتحجيم الحاويات، الدورة المستندية بالتفصيل، الشركة، المنتج، الشحنة، وطرق تحصيل الفلوس بأمان ووسائل الدفع، طرق الفحص الدولي وأنواع شهادات الجودة. ابدأ دلوقتي وتعلم صنعة التصدير مع فن التصدير.